أينما كنتم مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التحركات السياسية الجديدة لحل الأزمة اليمنية على ضوء ترتيبات اللقاء الخماسي في الرياض. لا تزال التحركات السياسية تجري بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفي حين عاد خيار الحسم العسكري إلى الواجهة، يشهد المسار السياسي تطورات متلاحقة لم تتوقف منذ بداية الأزمة. في الرياض تجري الترتيبات لعقد لقاء بين ممثلي 5 دول راعية العملية السياسية في اليمن بعد لقاء سابق في لندن الشهر الماضي ضم 4 دول. اللافت هو انضمام روسيا إلى المجموعة واستمرار غياب الحكومة عن لقاءاتها، وهو ما يشير إلى أن رؤية الحكومة ستكون ربما إحدى نقاط النقاش فقط وليس محور عمل هذه اللجنة، خصوصا بعد الموقف الروسي في مجلس الأمن الداعي للموائمة بين رؤيتي الحكومة والميليشيا. المسار السياسي للأزمة اليمنية سيكون محور حديثنا هذا المساء، وسنناقشه في محورين: الأول دلالات اللقاء الخماسي في الرياض وانضمام روسيا للمجموعة، والثاني عن زيارة رئيس الحكومة إلى القاهرة في ظل تواجد وفد للرئيس المخلوع وأحد قيادات الميليشيا هناك. لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. على هامش التصعيد العسكري الذي تلوح به الحكومة لحسم المواجهة مع الانقلابيين في صنعاء، تجري في عدد من عواصم الإقليم تحركات ذات علاقة بإحياء المسار السياسي للأزمة اليمنية. العاصمة السعودية الرياض تشهد اجتماعا خماسيا يضم وزراء ومسؤولين من كل من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا. مصادر حكومية يمنية قالت إن ترتيبات عقد لقاء لوزراء خارجية الدول الخمس استكملت في الرياض، حيث سيقف الاجتماع المقرر هذا الأسبوع أمام الأزمة اليمنية والسبل السياسية لحلها ودعم جهود المبعوث الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يحضر لجولة قادمة من المحادثات في نهاية الشهر المقبل. هذا اللقاء هو الثاني من نوعه، وبعد أن كان اجتماعا رباعيا في لندن الشهر الماضي صار الآن خماسيا بانضمام روسيا، فيما يبقى الغائب الأبرز فيه هو الحكومة اليمنية، وهو ما قد يشير لأن هذه المجموعة ستبحث حلا يحاول أن يكون وسطا بين رؤيتي الحكومة والميليشيا على النحو الذي تصر عليه روسيا في مجلس الأمن. القاهرة التي يتواجد فيها وفد من حزب المخلوع والقيادي في ميليشيا الحوثي يحيى الحوثي، وصل إليها أيضا رئيس الحكومة أحمد عبيد بن داغر على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. وفيما من المؤكد أن الزيارة ستبحث عددا من القضايا الإجرائية، فإن الملف السياسي سيكون حاضرا أيضا، مع توقعات بأن هذه الزيارة تأتي في إطار البحث عن دور مصري أكبر في دعم السلطة الشرعية وإبطال مفاعيل زيارة وفد حزب المخلوع للقاهرة قبل أيام. لم يتم حسم خيارات الأزمة اليمنية حتى اللحظة، وفي حين يبدو خيار الحسم العسكري خيارا واقعيا في نظر البعض، يبدو الموقف الدولي مستمرا في عرقلته لمثل هذا المسار ساعيا للبحث عن صيغة سياسية تخرج بالأزمة اليمنية إلى الضفة التي يريدها. إذن من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، نخصصها كما أشرنا في مقدمتها إلى التحركات السياسية الجديدة لحل الأزمة اليمنية على ضوء ترتيبات اللقاء الخماسي في الرياض. أبدأ في مناقشة موضوع هذه الحلقة مع ضيفي من الرياض السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك أخي سامي والمشاهد الكرام جميعا وبضيوفك أيضا. أستاذ مختار، إذن ترتيبات تجري لعقد لقاء ثاني بين وزراء خارجية الدول الراعي لعملية السلام في اليمن، الحكومة أين هي من هذه الاجتماعات ومن الترتيبات؟ نعم طبعا، يأتي هذا الترتيبات بعد البيان الرباعي الذي كان في العاصمة البريطانية لندن، والذي كان بدون وجود روسيا، تم استبعاد روسيا في المرة السابقة. يبدو أن هناك ترتيبات دولية، وبكل تأكيد أن وجود المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات أو أحد دول التحالف العربي هو بمثابة وجود للحكومة اليمنية وللشرعية اليمنية، لأن التحالف العربي هو جاء من أجل دعم الحكومة اليمنية ودعم سيرتها ويعزز من مكانتها، وأيضا لدعم عودتها لليمن. بالتالي وجود المملكة العربية السعودية والإمارات في أي اجتماعات دولية سواء في لندن أو في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات هو يأتي في إطار دعم الشرعية ولإيجاد حلول مباشرة لحل الأزمة اليمنية في ظل التطورات الأخيرة التي قامت بها الميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء، حيث تم إعلان مجلس انقلابي جديد وهو مجلس سياسي كما هو معروف لدى الجميع. بالتالي أنا أعتقد أن هذا الاجتماع الجديد الذي سيعقد في الرياض سيناقش أيضا هذا التطور الخطير
بعد أن كنا قد وصلنا إلى شبه اتفاق في الكويت وكانت هناك. طيب بعد هذا التطور ما المنتظر من هذا الاجتماع الآن؟ بعد هذا التطور أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون له موقف. طبعا المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات ودول التحالف تسعى للملمة المجتمع الدولي في إطار موقف واحد لإدانة ما تقوم به الميليشيات الإنقلابية من تطور واستغلال لما تبقى من شرعية في اليمن وهو مجلس النواب، مع أن الجن يعرف أن حتى مجلس النواب مرهون باتفاقية المبادرة الخليجية الموقع عليها. بالتالي هذا الاجتماع مرهون ومتوقع منه أن يكون له موقف جديد وموقف واحد. لا، لكن يبدو أن هناك صعوبة في أن يكون وعدم التصعيد سواء عسكريا أو سياسيا. طيب لكن يبدو أن هناك صعوبة في الخروج بموقف واحد، خصوصا بعد انضمام روسيا إلى هذا الاجتماع. الآن روسيا هي العضو الخامس في هذا الاجتماع، وروسيا لها رؤية مختلفة ربما بعيدا عن بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات. بالنسبة لروسيا، روسيا طبعا كان موقفها هو موقف واحد الذي خرج عن الشرعية وخرج عن دعم الحكومة اليمنية، وهو الموقف الذي حصل في مجلس الأمن الدولي. أما بالنسبة للمواقف السابقة فالمواقف كانت معلنة من قبل روسيا بدعم الشرعية وبدعم أيضا شرعية رئيس الجمهورية، ولم يكن لها أي موقف. حتى القرار من 2016 لم تكن حائلا دون إصدار هذا القرار، بل أنها صمتت عن هذا القرار، وهذا يدل على أنها لم تكن ضد هذا القرار وضد الشرعية. روسيا أعلنت أكثر من مرة دعمها للشرعية ودعمها للحكومة، وحتى أنا التقيت بالسفير الروسي مع مجموعة من الزملاء في الكويت، و تحدث بكل صراحة أن ما حصل في صنعاء هو انقلاب، ولا يمكن لدولة روسيا أن تدعم ميليشيات وتدعم انقلابيين. لكنه أيضا تحدث بلغة دبلوماسية أن القرار الدولي لم يعد صالح للتنفيذ ولا بد للعودة للحوار. فبالتالي موقف روسيا الأخير هو المقلق وهو المخيف من هذا من القضية اليمنية. لكن وزير الخارجية اليمني أكد أن هناك تواصل مع الخارجية الروسية للاستيضاح من موقفها، وأيضا لاستثمار العلاقة التاريخية بين اليمن وروسيا. طيب بالنسبة للرؤية الأممية المطروحة الآن كحل، هل تعتقد أن هذا الاجتماع سيخصص جزء كبير لمناقشة هذه الرؤية، وبالتالي إذا ما حصل إجماع بين المجتمعين الخمسة وتحديدا بريطانيا وأمريكا وروسيا والإمارات السعودية، أن هذا قد يكون مقدمة لفرض هذه الرؤية على الأطراف اليمنية؟ بالنسبة للرؤية، الرؤية كانت واضحة، وكان أيضا موقف الحكومة اليمنية كان موقف واضح أنه مع هذه الرؤية، مع أن حتى هذه الرؤية كانت يعني فيها إجحاف للحكومة اليمنية، لكن الطرف الآخر هو الذي رفضها وهو الذي أطلها. لكن روسيا أيضا في مجلس الأمن في الاجتماع الأخير رفضت أن يدعو مجلس الأمن جماعة الحوثي وصالح للالتزام بهذه الرؤية والتجاوب معها، وبالتالي أنه ما المتغير الذي يجعل روسيا تغير من موقفها؟ نعم، هذا هو الموقف الجديد، وهو هذا موقف طبعا مخيف وموقف أيضا يضع علامة استفهام لموقف جديد لروسيا. طبعا لم يتم إيضاح الموقف بشكل كامل، ولم يتم إعلان ذلك من قبل الخارجية الروسية ولا حتى من قبل الخارجية اليمنية لإيضاح الصورة الكاملة حول الموقف الروسي الجديد. لكن نحن ننتظر الاجتماع الذي سيعقد في الرياض لتتضح الرؤية بشكل عام، ولكي نعرف ما الذي تريده روسيا من الاتفاق، وهل هي مع الاتفاق، وهل هي العودة للمسار، وهل هناك أيضا موقف جديد لروسيا في لدعم صالح ولدعم الميليشيات، أم أنها ستبقى على موقفها السابق وهو دعم الحكومة الشرعية ودعم الدولة بمعنى الدولة وليس الميليشيات. طيب استاذنك بالبقاء معنا، اذهب الى الدكتور عمر عبد العزيز ينضم الينا ايضا من لندن للمشاركه في هذه الحلقه. اهلا بك دكتور عمر. اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. دكتور عمر، ترتيبات تحدث الان في الرياض لعقد اجتماع لمجموعه وزراء خارجيه الدول الراعي الملف اليمني، الى ماذا يؤشر هذا؟ انا في تقديري الشخصي هذا الاجتماع مؤشر ايجابي، لانه يذكرنا بمؤشر الاجتماع الذي كان في لندن قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع، وهذا يعني ان هنالك اهتمام دولي مؤكد واهتمام اقليمي مؤكد بمحاوله حلحله الملف اليمني على قاعده المرجعيات الاساسيه التي تم التوافق عليها منذ المبادره الخليجيه، مرورا بمؤتمر الحوار الوطني وحتى القرار الاممي 2216. بمعنى اخر، هنا هذه الجهود السياسيه هي في نهايه المطاف تصب في مجرى محاصره تحالف الحوثي وصالح الذين يصرون على التمرد على المرجعيات كما تمردوا على الشرعية في حقيقة الأمر.
وبالتالي من هذه الزاوية علينا أن نقرأ البعد السياسي باعتباره ضرورة موضوعية تماما كما هو الحال بالنسبة للبعد الميداني كضرورة موضوعية حاسبة، وبالتالي لابد أن تتعدد روافد الفعل العملي على كل المستويات بما في ذلك أيضا الإصلاحات المختلفة سواء في معسكر المتمردين الذين عليهم أن يراجعوا أنفسهم بهذا القدر أو ذاك، إن كان هنالك من يجيد فن المراجعة وفن التعقل، وأيضا على مستوى معسكر الشرعية فيما يتعلق بتفعيل حضور الشرعية أفقيا، وأقصد بالتفعيل للحضور الأفقي أن يكون هذا الحضور ميدانيا واقعيا عملياتيا. طيب دخول روسيا وانضمام روسيا لمجموعة المجموعة الرباعية ما الذي يعني هذا التطور؟ هذا سيخرسن إمكانية الحل، بمعنى آخر أن روسيا في نهاية المطاف هي موافقة على قرار مجلس الأمن 2216، ليس هنالك بشيء يؤكد أن روسيا تقف مع تحالف صالح والحوثي بالمعنى العميق والجوهري للكلمة، لكن روسيا تريد أن تتم الأمور على قاعدة من التشاور وعلى قاعدة من حضورها العملي والواقعي في الأرض، ونحن نعرف أن هنالك علاقات تاريخية بين اليمنيين شمالا وجنوبا وروسيا، ونعرف أن روسيا كانت موجودة حتى أيام الإمامة المتوكلية اليمنية في شمال اليمن، وتبع لذلك هنالك تقاليد في العلاقات الروسية اليمنية لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في مسار التسوية الذي هو في نهاية المطاف في إطار المرجعيات التي تعزز الشرعية. روسيا تتعامل حقيقة وجوهرا مع الشرعية، وبالأمس القريب كان هنالك حديث بين وزيري خارجية روسيا والشرعية اليمنية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن روسيا تتعامل مع القضية على هذه الأساس، على هذا الأساس وعلى هذه المرجعية. هل تتوقع دكتور عمر أن يشهد هذا الاجتماع توافق أكبر بين الخمسة الشركاء أو الخمسة الرعاة العملية السياسية، أم قد يكون هناك بعض الخلاف بينهم؟ لا، التباينات في بعض الصياغات وفي بعض وجهات النظر الجزئية التفصيلية أمر وارد في كل الأحوال، ولكن في نهاية المطاف الكل مجمع على القرار الأممي 2216، وفي تقديري الشخصي من الضرورة بمكان محاورة روسيا من قبل الأطراف المختلفة على قاعدة أن تكون روسيا راضية في نهاية المطاف عن الحل الذي سيتم الوصول إليه. طيب دكتور عمر، التطور خطير ربما ما حصل من تشكيل المجلس ما عرف بالمجلس السياسي وجلسة مجلس النواب بالأمس، وهذه ربما من التطورات الخطيرة والملفتة بالنسبة للمجتمع الدولي ورعاة العملية السياسية في اليمن، كيف سيتعاملوا أو كيف سيعالجوا هذه النقطة؟ ما هي الأدوات الآن بيدهم وتحديدا هذه الخمسة الدول للتعامل مع هذا التطور؟ الأداة المرجعية الأخيرة والرئيسية والحاسمة هو القرار الأممي 2216. هذا القرار الأممي هو مؤسس أساسا وجوهرا على المبادرة الخليجية، على دستور الجمهورية اليمنية الذي سبق المبادرة الخليجية، وعلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني، بمعنى أن هذه المصفة بجملتها تصب في نفس المجرى للنهر الواحد، وبالتالي الموقف الأممي هو في هذا الاتجاه من حيث الأساس، وتبع لذلك كل ما عدا ذلك باطل تماما كما هو الحال بالنسبة للإعلان الدستوري واللجنة الثورية اللذين أبطل بيد فاعلي، أيضا هذا المجلس السياسي سيكون باطلا، وبالتالي الموقف الأممي في تقدير الشخصي واضح إلى أبعد الحدود، وأنا أعتقد أن هذا هو أيضا ضمن الموقف الروسي. أقول هذا الكلام لأنني أدري تماما أن الدول الكبرى تتعامل مع مثل هذه الأوراق تعامل لا يبرز كل الكروت دفعة واحدة ولا يبرز كل الخيارات دفعة واحدة، ولكنهم يحاولون الحفاظ على مسافة نسبيا متوازنة بين الفرقاء المختلفين على قاعدة العودة للمرجعيات، وتبعا لذلك ليس هنالك من دليل يدل على أن الخلافات البينية أو التباينات أو التعارضات في الآراء بين المجموعة التي ستجتمع سيكون أمر جوهري وحاسم. ربما لا تكون هناك تباينات لكن تكون هناك صفقات يراد أن تمرر بموازاة الملف اليمني، سنعود لمناقشة هذه النقطة دكتور عمر، لكن تدخل في باب التكهنات على كل حال فيما طيب سنخصص لها حيز من الوقت دكتور عمر، أستأذنك بس بالذهاب إلى مختار رحبي السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية. أستاذ مختار، أستاذ مختار، نعم معك، نعم أسمعك. من المتوقع أن يخرج هذا الاجتماع الخماسي بدعوة كل الأطراف اليمنية مجددا إلى المشاركة وإحياء العملية السياسية، إلى أي حد أو إلى أي مدى حكومة الرئيس هادي لديها الاستعداد للمشاركة في مشاورات وعمل سياسي مرة أخرى وهي تتحدث الآن عن حسم عسكري وأنها على أبواب صنعاء؟
بالنسبه لما حصل في التطور الاخير، التطور العسكري الاخير، هو جاء نتيجه طبيعيه للفشل السياسي الذي خرجت به مشاورات الكويت على مدى 100 يوم. بالتالي الحسم العسكري والخيار العسكري الذي اتخذته الحكومه اليمنيه وكذلك عوده التحالف العربي للضربات الجويه هو نتاج طبيعي للحاله السياسيه وللجمود السياسي. بالنسبه للحكومه لا اعتقد انه في حال توصل المجتمع الدولي الى دعوة جديدة للمشاورات، لا أعتقد أن الحكومة ستكون طرف متعنت في عدم الذهاب للمشاورات، بالعكس ستذهب للمشاورات ولأنها اختارت طريق السلام ولأنها تعرف أن الخيار السلمي هو أقصر الطرق لإنهاء الأزمة اليمنية. بالتالي هناك دعوات جديدة لإحياء عملية السلام وللعودة للمشاورات. أعتقد أن الحكومة وكذلك رئيس الجمهورية ونائبه وكافة رجالة الدولة ليسوا عائق ولن يقفوا عائق أمام المشاورات أو عقد مشاورات قادمة، بعكس الطرف الآخر الذي في كل مشاورة لا يأتي إلا بعد وضع شروط جديدة ومحاولة الدخول بأوراق جديدة للأروقة السياسية. طيب أعود مرة أخرى للدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، بالنسبة للمجموعة الخماسية، هل تصورهم للحل في اليمن واحد؟ هل رؤيتهم ومقاربتهم للأزمة اليمنية هي واحدة؟ أم كل دولة لها بعض المصالح أو نظرة من زاوية معينة للحل في اليمن؟ في تقديري الشخصي أنه من حيث الجوهر الكل ينطلق من نفس البرجعيات الأساسية التي أومات الحديث عنها، ولكن هنالك بعض التباينات الطبيعية لأن هنالك تقاليد في العمل الدبلوماسي وفي العمل السياسي وفي كيفية حل الأمور. المنطق الأمريكي على سبيل المثال والمنطق الأوروبي قد يكون متباينا إلى حد ما مع المنطق السوري لجهة أن المنطق الروسي آسف لجهة أن روسيا دائما تميل إلى الحلول التوافقية الهادئة، وبالتالي هذا النوع من التباينات أمر لا ضير فيه لأنه تباين حميد لا يصل إلى مستوى الاختلاف في المرجعيات الممثلة في المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216. ومن هذه الزاوية يمكن أن يكون هناك نوع من التسوية اللفظية إنجاز التعبير، نوع من التسوية الإخراجية إنجاز التعبير، ولكن في نهاية المطاف تصب في مجرى تكريس مفهوم الشرعية وفي مجرى تكريس التخلي الإجرائي عن كامل الأدوات الانقلابية، تماما كما تم التخلي عن المجلس الثوري ما سمي بالمجلس الثوري وبالإعلان الدستوري، ويستثنى الامر ايضا التخلي عن ما يسمى بالمجلس السياسي. طيب بالنسبه للسعوديه والامارات، هل ستضغط او ستحاول ان يعطى لها الضوء الاخضر نحو الحسم العسكري، ام هي ستجري مع امريكا وبريطانيا وروسيا في اطار البحث عن حل سياسي؟ مما لا جدال فيها ان المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده سعت منذ عام 2011 الى محاولة تسوية المسألة اليمنية على قاعدة التوافقية الحكيمة التي تمثلت وتجلت في المبادرة الخليجية. وهنا لابد من أن نشير إلى أن فرقاء الساحة جميعا وقعوا على هذه المبادرة بما فيهم علي عبد الله صالح، لكن الذين وقعوا من باب المخاتلة والكذب والمراوغة كشفوا عن أوراقهم بالانقلاب. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما جاءت عاصفة الحزم جاءت مقرونة بإعادة الأمل، وبالتالي فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والحلفاء العرب وكامل الرعاة الأوروبيين العشرة كلهم جميعا يميلون إلى الحل السياسي إذا كان ذلك ممكنا، ولكن لا مانع من استخدام أدوات عاصفة الحزم إذا كان الانقلابيين يصرون على رفض الحلول السياسية. ومن هنا نستطيع أن نتكلم عن متوازيين أو رافدين، رافد عملياتي ميداني سيستمر ورافد سياسي أيضا سيستمر، وفي كلتا الحالتين هنالك قضية أساسية وجوهرية وهو أن المسألة اليمنية أصبحت ملتبسة بالدرجة الأولى والأساسية بالحالة الداخلية اليمنية من جهة، وأيضا ملتبسة بالحالة الإقليمية والدولية. وهنا لا بد أن لا نستبعد الأجندة الإيرانية التي أطلت بطريقة سافرة منذ أن بدأ الخط الجوي المكرس يوميا بين طهران وصنعاء، وكان خطا جويا لا مبرر له بالمعنى المدني وبالمعنى التجاري، بل كان خطا ينقل الأسلحة باختصار شديد، لأنه لا يعقل أن يكون هناك طائرتين كبيرتين ضخمتين يوميتين تخرجان من طهران إلى صنعاء. وبالتالي كشف الحوثيون عن ورقة كانوا كثيرا ما يخفونها، وهي ورقة أنهم يتبنون أجندة إيرانية حقيقية في المنطقة العربية وفي الجزيرة العربية على وجه الإجمال. وهذا هو الأمر الذي أفضى في نهاية المطاف إلى أن تصبح المسألة ليست بينية داخلية فقط، ولكنها أيضا مسألة إقليمية في أفق ما. نعم دكتور عمر، سأعود لك. واستنادا إلى كل ذلك نستطيع القول
أن التوافقية القائمة بين الحلفاء العرب من جهة وبين الحريصين على حل حلة هذه المشكلة دوليا توافقا يستطرد على كامل التوافقات اليمنية الداخلية البينية الحكيمة. طيب سأعود لك دكتور عمر، أعود مرة أخيرة للأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، هل نفهم بهذا الاجتماع الخماسي أن هؤلاء هم الخمسة الفاعلين والمؤثرين اليوم في الأزمة اليمنية، وهم من يملكون رؤية للحل، وإذا ما اتفقوا على حل أنه قد يكون الحل الأنسب والأمثل للأزمة اليمنية؟ نستطيع القول أنهم أهم اللاعبين السياسيين على المستوى العربي وكذلك على المستوى الدولي، أمريكا وروسيا وكذلك بريطانيا والدولتين العربيتين المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي. بالتالي بكل تأكيد لو أن هذا الاجتماع خرج برؤية جديدة تتوافق مع القرار الدولي وتتوافق مع المبادرة الخليجية وتتوافق مع الوضع الجديد في اليمن، أعتقد أن سيتم إنعاش العملية السياسية من جهة، وكذلك في حال تعثرها والوصول إلى طريق النزول أعتقد أنهم سيكونون يعني لنقل مجبرين لدعم خيارات المملكة العربية السعودية وكذلك الحكومة الشرعية بإنجاز تحرير اليمن بعد أن وصلنا إلى تعثر حقيقي في المسار السياسي، لأنه لدينا مسارين، المسار السياسي دائما ما يتعثر وللأسف الشديد حتى المسار العسكري يتعثر بسبب الضغوطات الدولية وبسبب ضغوط هذه الدول التي ستجتمع في الرياض وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكذلك روسيا. أستاذ مختار سأختم معك بموضوع زيارة بن داغر إلى القاهرة. القاهرة أيضا يتواجد فيها وفد من حزب المخلوع وربما قيادات تابعة للميليشيا، ما المنتظر والمتوقع من هذه الزيارة؟ بحسب معلومات ان بان السفر الدكتور بن داغر سيحمل ملفات مهمه وسيحمل معه ايضا رساله الى الرئيس السيسي، بالتالي نحن ننتظر نتائج هذه الزياره. هناك معلومات تقول ان الزياره مهمه وان النتائج ستكون ايضا مهمه. اليوم صدر بيان من وزاره الخارجيه المصريه يعني كان ضد المجلس السياسي الذي اعلنه علي عبد الله صالح العيسي، وهذا موقف طبعا ثابت من قبل القياده المصريه ودوله مصر الشقيقه بانها تدعم الشرعيه وتدعم الحكومه اليمنيه وتدعم ايضا وهي عضو فاعل في التحالف العربي. بالتالي ننتظر نتائج الزياره لانها ستستغرق عده ايام، سننتظر نتائج هذه الزياره التي سيتم مؤكده سيتم اعلان نتائجها. اشكرك جزيلا استاذ مختار رحب، السكرتير الصحفي السابق في رئاسه الجمهوريه. اعود للدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، تقول بأن الحالة اليمنية هي ملتبسة بالحالة الإقليمية، وتقول أيضا أن الحديث عن صفقات ربما تكون اليمن أو الملف اليمني طرف فيها مقابل ملفات أخرى إقليمية شيء من التكهن، كيف يمكن الربط وقراءة هذين التحليلين بالنسبة لك؟ أنا لا أقصد بالالتباس صفقات، ولكن أنا أقصد تحديدا أن هنالك تداخلات مؤكدة جيوسياسية، والتداخلات الجيوسياسية هو سياق جبري للتجاور المكاني الجغرافي والتاريخي بين اليمن والدول العربية في الجزيرة العربية من جهة وبين اليمن وشرق إفريقيا وهكذا دواليه، بمعنى آخر أن هذه التداخلات الجيوسياسية واحدة من السياقات الطبيعية والسياقات التاريخية التي حكمت الإيقاع السياسي والإيقاع التحولي في كل بلد من البلدان. ومن هذه الزاوية أنا أعتقد أن المكان الطبيعي لانتماء اليمنيين هو الجزيرة العربية، نحن جزء من الجزيرة العربية، بأن اليمن هي قلب الجزيرة العربية بالمعنى التاريخي وبالمعنى المرتبط بالمهد الأول للحضور البشري الكبير عندما كانت ميسرة الجيوش الإسلامية يمانية بجبلتها، ونحن نعرف أن ميسرة الجيوش في الفتوحات الإسلامية سابقا كانت تمثل 80% من جند الفتوحات، لكن هذا الأمر أهميته تكمن في أن هذا هو السياق الطبيعي للانتماء اليمني، وأنا أي قصد عن هذا السياق أمر يغادر الجغرافيا والتاريخ ويغادر المنطقة ويغادر حتى المصلحة المباشرة. طيب ضمن التطورات السياسية دكتور عمر، اليوم من اليمنيين في الجزيرة العربية وليس لدينا بضع مئات من اليمنيين في إيران. طيب دكتور عمر، على هذه المقارنة دكتور عمر، ضمن التطورات السياسية الأخيرة ومن حيث أنت يعني في لندن، اليوم صدر تصريح لوزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون يؤكد على أهمية حل الأزمة اليمنية، حل وسط واتفاق اليمنيين ووقف القتال وما إلى ذلك، يعني غيرها من العناوين العريضة الصادرة دائما منهم فيما يخص اليمن. لكن هناك تصريح أيضا له مهم، أنه بريطانيا ستواصل تواصلها المستمر مع المجتمع الدولي سعيا لحل الأزمة اليمنية والبناء على أسس الاجتماع الرباعي الذي استضافته بريطانيا في يوليو.
يعني لا نعم. أي حد يمكن التفاعل نعم. بهذا الكلام، وما الذي خرج به أصلا الاجتماع الرباعي حتى نتفاعل بالاجتماع الخماسي؟ أولا لا ننسى أن بريطانيا ليست مهتمة بالشأن اليمني لمجرد الاهتمام بالشأن الإقليمي في المنطقة العربية، ولكنها كانت متواجدة في جنوب اليمن لمدة 125 عام، ولها تقاليد تاريخية عريقة فيما يتعلق بالعلاقة البينية اليمنية البريطانية. هذه من جهة. الجانب الثاني، أشرتم إلى الاجتماع الرباعي في لندن قبل أسبوعين، وهذا أمر له أهمية كبيرة جدا، لأن لندن كانت هي الحاضنة لهذا الاجتماع الرباعي الذي أسفر عنه تعزيز لمكانة الشرعية وجوهر الشرعية وجوهر القرار الأممي. وثالث ثم بعد ذلك تلا البيان الأممي الذي سطرته بريطانيا، وكان هنالك تحفظ روسي عام أو نسبي جاز التعبير. وتبعا لذلك هذا يدل دلالة قاطعة على أن بريطانيا مهتمة باستتباب الأمن في اليمن على قاعدة الحل الوسطي. طيب الذي هذا التصريح، توقيت خروج هذا التصريح من وزير الخارجية قبيل الاجتماع، وأيضا حديثي عن أهمية أن يكون هناك حل سياسي وسط. بطبيعة الحال هذا أمر طبيعي جدا، لأن بريطانيا كانت الحاضنة للاجتماع الرباعي، وبريطانيا كانت هي التي صاغت البيان الأممي الأخير الذي تم التعبير عليه بهذا القدر أو ذاك. وبريطانيا هي الآن مهتمة أيضا بهذا الملف على قاعدة إمكانية أن تكون هنالك تسوية وسطية عاقلة، وهذه التسوية الوسطية العاقلة سوف لن تغادر بحال من الأحوال جوهر المبادرة الخليجية والقرار الأممي 22-16. طيب دكتور عمر، سؤال أخير، بندغر في القاهرة، هل من توقعات بالنسبة لك عن دور مهم لمصر، وأيضا هذه التحركات هل هي في إطار بروتوكولي فقط أم أنها لمجابهة تحركات جماعة صالح والحوثي في الأردن ومصر والإمارات قبلها والرياض لقاء قادم ومتقدم؟ أنا أولا أنطلق من حقيقة واحدة، وهي أن مصر كان لها دور تاريخي في اليمن منذ حرب الملكيين والجمهوريين. مصر عضو في التحالف العربي فيما يتعلق بالشأن اليمني، وهذا يعني أنها تؤيد المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني ونتائج مؤتمر الحوار الوطني والشرعية اليمنية والقرار الأممي 22-16. مصر تستطيع بدبلوماسيتها المعروفة تاريخيا في اليمن أن تلعب دور وسطي إيجابي في تقريب وجهات النظر، إن كان هنالك من يستوعب معنى التقريب وجهات النظر، لأن هذا الأمر يتطلب شجاعة أدبية من قبل الذين يتعنتون ويعتقدون أن بإمكانهم القفز والعبور على الحقائق الموضوعية. هي الآن طرف في الحرب، هي ضمن التحالف. نعم هي ضمن التحالف مصر، وأشرت أنا لذلك. مصر ضمن التحالف، مصر لديها دبلوماسية بعلاقات خاصة مع اليمن منذ ستينات القرن المنصرم. مصر أيضا حاضنة عربية مهمة لمختلف الاتجاهات السياسية اليمنية منذ عقود من الزمن، والدبلوماسية المصرية بإمكانها أن تسهم برافعة إضافية تعزز تماما موقف الحلفاء العرب وتكون ضمنا مع موقف الحلفاء العرب. هذا هو الأمر الأساسي الذي لا بد من قراءته قراءة واضحة المعالم. في نهاية المطاف الدبلوماسية المصرية والسياسة المصرية تقف تماما مع التحالف العربي والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 22-16. أشكرك جزيلا دكتور عمر عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن، وأيضا الشكر موصول للأستاذ مختار رحابي السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية. شكرا لكم مشاهدينا، موعد قادر وآخر من زوايا الحدث، في الغد، إلى اللقاء.